بواقي الكرياتين اللي عندنا ممكن نعمل منظم شكله حلو قوي وجديد. اول حاجه هنحتاج دايره، الدايره دي قطرها 16 سنتي، يعني كنت فاتحه البرجل على 8 سنتي عشان الناس اللي بتتلخبط. وهنحتاج كمان كرتونه بالمقاس ده، طبعا ده مقاس صعب جدا تلاقوه، فاحنا هنقسم المقاس على مرتين وهنوصلهم ببعض مفيش مشكله. ضغطت على الكرتونه بالشكل ده كده عشان يبقى سهل عليا لما اجي الزقها على الدايره، وبالشمع كده عشان هو اسرع حاجه بدات الزق الاثنين في بعض. ودي الكرتونه الثانيه اللي هنوصلها مع الكرتونه الاولى عشان نقفل البوكس اللي احنا بنعمله ده. وعشان الموضوع بتاع التوصيل ده ما يبانش، هنيجي من الحرف كده ونفصل طبقات الكرتون عن بعض، يعني حته صغيره كده زي ما انتم شايفين، وهنقص الحته اللي من جوه دي، بعدين نحط عليها شمع ونلزقها كده في اللي قبليها. طبعا الخطوه دي مهمه جدا عشان خلت الكرتونتين يلزقوا في بعض كويس من غير ما يحصل بروز بسبب الكرتونه الثانيه. ومن الناحيه الثانيه الكرتونه كان فيها طول زياده عشان اعمل نفس الخطوه، يعني عايزه الكرتونه تبقى اطول شويه عشان الزقها على الكرتونه اللي قبلها، وده بعد ما نفك الطبقتين من بعض واتخلص من الطبقه اللي جوه. كده كله تمام، شايفين البوكس بتاعنا بقى جاهز ومنتهى النظافه. حطيت نقط بسيطه من الشمع عشان اثبت بيها القماش اللي هغلف بيه القاعده، بعدين عملت فتحات كده في القماش عشان اقدر الزقه على الجوانب بسهوله. وبنحط شمع على اطراف البوكس كده ونلزق عليه قماشه من غير ما نتنيها ولا اي حاجه، هنلزقها بالشكل ده كده ونلفها على البوكس كله، وبعدين ندخل الزيادات دي كلها لجوه، دي اللي هنغلف بيها البوكس من الداخل. خدوا بالكم بس ان في الاخر محتاجين نتني الحرف ده لجوه، فهنلزق طرفين القماش في بعض واحنا تانيين القماشه لجوه. ندخل بقى كل القماش جوه البوكس، وعشان ما يتحركش مننا كده كل شويه لازم نحط شمع الاول وبعدين نلزق القماش. قصيت دايره تاني من الكرتون بنفس المقاس وغلفتها بالقماش وثبتها جوه البوكس كده. كده ناقص التزيين من بره ونبقى خلصنا. جبت كرتونه تاني بس دي ارتفاعها 10.5 سنتي، كمان هنحتاج ميه وسفنجه او حته قماشه، وبليت الكرتونه كلها بالميه، سبتها حوالي دقيقه بس يعني تشرب الميه شويه صغيرين، لو سبتوها اكتر من كده ممكن تبدا تنشف ويبقى كاننا ما عملناش حاجه. وبالراحه جدا كده هنبدا نشيل اول طبقه من الكرتون، والموضوع ده سهل جدا، اسهل مما تتخيلوا، فما تخافوش مش هتبوظ منكم ولا حاجه. نحط بقى شمع على الكرتونه كده ونبدا نثبتها على البوكس، وطبعا المقاس صغير ومش هيكفيني ان انا اكمل البوكس كله، بس انا مجهزه واحده تاني، والمرة دي بقى توصلهم مش صعب ابدا، بمجرد بس ما نلزقهم جنب بعض هيبقى شكلهم طبيعي جدا. الجزء ده بقى انا دهنته بلاستيك ابيض اللي هي دهانات الحوائط عادي، ممكن كمان تستخدموا الوان اكريليك. بعد كده هنحتاج خافض لسان، قصيت منه حتة على قد الفراغ اللي في البوكس من فوق، كنت بقص الاطراف بس عشان اخد شكل الدوران ده، وبعدين بدأت اثبتهم هنا كده. تقدروا طبعا تدهنوهم او تسيبوهم زي ما هم. وبعدين لزقت الاستراس ده هنا كده عشان ازين الحرف، كلكم عارفين الاستراس ده موجود في كل حتة ومنتشر. بعدين طبعت الورقة دي طباعة ليزر وغطيتها كلها من الظهر بلزق شفاف، مشيت المسطرة كده عليه عشان اتأكد ان اللزق لزق كويس جدا في الورقة. وبعدين بدأت اشيل اللزق كده، فزي ما انتم شايفين بيشيل طبقة من الورق، وهو ده اللي انا عاوزاه، انا عاوزة اخف الورق شوية عشان ما يبقاش ليه حرف سميك. خدوا بالكم ان الورقة بيبقى ليها اتجاه، يعني ممكن تشيلوا اللزق تلاقوه مش بيشيل معاكم حاجة، فلو حصل معاكم كده جربوا تشيلوا من الناحية التانية، يعني لو بتشيلوا من اليمين شيلوا من الشمال. نجيب بقى شوية مية وفرشة صغيرة، نبل الفرشة في المية ونبدأ نمشي حوالين الرسمة اللي احنا عاوزين نطلعها من الورقة. هنلاقيها طبعا باشت كده، فهنقدر نقطعها زي ما انتوا شايفين، وده بيخلي الحرف انعم كتير من ان احنا نقطعه بالمقص. وبعدين هنستخدم الغيرة، هندهن على الكرتونة مكان الحتة اللي هنلزق عليها، وبعدين هثبت الرسمة، وباستخدام الفرشة هبدأ ادخل الورقة كده بالراحة في الخطوط بتاعة الكرتون، طبعا طول الوقت الفرشة فيها غيرة. هتطلع معاكم بالشكل ده. عملنا الناحية التانية بنفس الطريقة، مش هقول لكم بقى انها سهلة ولا حاجة، هي مش سهلة بس هي لذيذة وممتعة جدا، وحاجة حلوة قوي ان الواحد يجرب حاجات جديدة. طول ما عندكم الخامات ممكن تستغلوها زي ما انا بستغلها كده، انا مش بقول لحد يشتري كل الادوات دي عشان يعمل بس المنظم ده. وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتس. لكل الناس بقى اللي طلبت مني فيونكة بطريقة بسيطة وسهلة، النهاردة عملت لكم فيونكة تحفة بتتعمل بالورق وكمان بالفوم، عاوز اقول لكم مش هتاخد دقايق في ايديكم وهتكون اتعملت، تفاصيلها بسيطة جدا واي حد هيقدر ينفذها. يلا بينا بسرعة نشوف الطريقة، بس ما تنسوش تعملولي لايك. اول حاجة هنحتاج ورقة مربعة باي مقاس تحبوه، بس مهم يكون رقم زوجي، يعني الورقة اللي معايا دي مقاسها 12 × 12. هنحط المسطره كده ونبدا نحدد 1 سنتي في نص المربع ده، ايا كان بقى انتم مستخدمين ورقه مقاسها كام. الورقه اللي معايا دي انا هعلم فيها عند 5.5 و6.5 من الناحيه دي ومن الناحيه دي كمان. وبعدين هحط المسطره كده وهوصل العلامات ببعض،
هتطلع معانا بالشكل ده كده. دلوقتي هحط المسطره وهوصل الزاويه دي بالزاويه دي والزاويه دي بالزاويه دي، بس وانا بوصل الخطوط ببعض مش هعمل خط في الجزء ده اللي هو فيه 1 سنتي. يعني يبقى شكلها زي كده بالظبط. دلوقتي هقص من عند الخط ده كده، وكمان هقص من هنا لحد ما اوصل عند العلامات دي، وهعمل كده كمان في الناحية التانية. انا كده قصيت الجنبين دول بس ما فصلتهمش عن بعض، بس دلوقتي هفصل واحد فيهم او هقص واحد فيهم كده وهتخلص منه خالص، يعني تبقى زي كده بالظبط. هشتغل بقى في الجزء اللي انا قصيت منه الحته دي. شايفين الخطين دول بقى احنا عايزين نقص فيهم، لكن مش هقصهم لحد الاخر. هعمل نقطه هنا كده وقصادها كمان نقطه، يكونوا على قد ما اقدر قصاد بعض، يعني زي كده بالظبط. هقص لحد العلامات اللي انا عملتها دي. كده انا خلصت الجزء ده، هنقل بقى على الناحية التانية دي. هقص من عند العلامة دي كده بس لحد الآخر، ومن عند العلامة دي لحد الآخر. كده كل حاجة بقت جاهزة، هنحطها بقى على الوضع ده كده علشان نبدأ نكمل الفيونكة، يعني تبقى الناحية اللي فيها الشريط الطويل دي هي اللي من فوق. هنستخدم بقى مسدس الشمع او الغيرة، بس انا هستخدم النهاردة مسدس الشمع علشان اسرع. هحط هنا خط من الشمع، وبعدين همسك الطرف ده وهلزقه هنا كده، الطرف ده كمان، وهعمل كمان دول زي دي بالظبط. فهيبقى شكلها كده. هنحط بقى شمع على الشريطة الطويلة دي، وبعدين نتنيها كده، كمان نتنيها لورا، وهنقص زيادة ونلزق الطرف ده. وده كده شكلها النهائي. المفروض ان هي كده تبقى خلصت، ودي الطريقة الاصلية، بس انا بقول ان احنا ممكن نقص الجزء ده بالطريقة دي، ان انا اسيب جزء تخين من هنا وبعدين اطلع على ارفع شوية، يعني زي كده بالظبط. نعمل كده كمان الناحية دي، كمان نقص الحتة دي ونخليها كده من جايب دوران شوية، وكده تبقى جاهزة. سهلة جدا وبسيطة وما خدتش اي وقت. بصوا شكلها حلو ازاي، ممكن نزين بيها البوكسات او اي حاجة. كمان عايزة اقول لكم بتتعمل بالفوم وبيطلع شكلها تحفة برضو. عملت منها كمان اللون ده، طريقتها بسيطة جدا وسهلة. اتمنى تجربوها، واتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. كلنا عندنا ورق قديم وبنرميه مش بنستخدمه، هنعمل منه الفازة الروعة دي بكل سهولة. طريقتها بسيطة قوي، هنستخدم اي ورق قديم كده بس مهم يكون خفيف علشان يبقى سهل في اللف. كمان هنحتاج لعصاية شيش طاووق او اي حاجة مدورة كده علشان نلف عليها الورقة. والجزء اللي في الاخر ده هنحط عليه غيرة وبعدين نقفله. بعد كده نسحب الخشبة تطلع معانا بالشكل ده كده. كنت مجهزة مجموعة كده من نفس الشكل ده، وبعدين دلوقتي هبدأ ألزقهم في بعض. هنحط غيرة كده وبعدين نلزق دي في دي. كده انا لزقتهم كلهم في بعض لحد ما بقى العرض ده كده 26 سنتي، وهي شكلها نضيف كده علشان انا خليت كل نهايات الورق تبقى من الظهر من الناحية التانية. بعد كده هبدأ احط غيرة في كل الاماكن دي اللي هي بين الورق. هنحتاج كرتونة قطرها 8 سنتي، يعني كنت فاتحة البرجل على 4 سنتي، وعلشان الكرتونة دي رفيعة كده انا هلزق فيها كرتونة كمان. بعد كده هنجيب دول، نمسك القاعدة، وقبل ما نلزقها هنحط خط كده من الغيرة رفيع قوي، وتحتيه على طول خط من الشمع. ممكن نحط الشمع بالتدريج كده، واخر حاجة خالص بقى الجزء ده هحط عليه غيرة وهلزق الاتنين دول في بعض. بصوا بقت جاهزة كده، ولو شايفين حاجات بسيطة قوي كده طويلة شوية فممكن نعملها بالقطر. قصيت شريط من الورق عرضه 2.5 سنتي، وهحط عليه غراء او شمع وهثبته كده حوالين الدوران ده كله من تحت.
عملت ورقة كمان، بس دي عرضها 1.5 سنتي، ودي هلزقها من فوق على الطرف من فوق. ومجهزة كمان ورقة بنفس المقاس الصغير ده، وهلزقها كده تحت شوية. هندهنها. شوفوا بقى شكلها بعد ما نشفت، شكلها بقى روعة ولايقة جدا على الورد. بصوا يا جماعة، علب التونة دي كنز بجد، بيتعمل بيها افكار حلوه كتير. والنهارده هنعمل منظم حلو جدا. اول حاجه هنعملها ان احنا نتني حرف علبه التونه لجوه عشان ما يبقاش حد ويعورنا. بعد كده بنجيب اي قماش متوفر عندنا ونقصه بمقاس اكبر من مقاس العلبه، ونوسطنه كده ونلزق الطرف ونلفها على العلبه كده، ومن الناحيه التانية قبل ما نلزق نتني الحرف لجوه وبعدين نلزق عشان يبقى الشكل حلو. بعد كده بنعمل فتحات في القماش عشان ما يكرمش واحنا بندخله لجوه. بعد كده نحط الشمع وندخل كل الزياده لجوه، ومن الناحية التانية كمان حطيت شمع ولزقت كل الزيادة لجوه، بس المرة دي ما قصتهاش ولا حاجة، ولو في أي زيادة في القماش ممكن نقصها. بعد كده محتاجين بقى نغلفها من جوه، نحط شمع كده من جوه ونلزق عليها دايرة من قماش الجوخ. ممكن طبعا تستخدموا أي نوع قماش، بس قماش الجوخ مش بيحتاج يتني وبيبقى كويس قوي وسهل في التعامل، فعشان كده بس حبيت استخدمه. بعد كده بقى هنغلف الجوانب بنفس القماش، نحط القماشة كلها جوه كده وبعدين نلزقها واحدة واحدة، هتبقى سهلة معانا. ده كده شكلها، عملت منها 3 تاني. وقصيت الكرتونة دي عشان تبقى القاعدة اللي هجمع عليها العلب، كان مقاسها 11 × 38، وبعدين غلفتها بنفس القماش اللي استخدمته مع العلب. وعشان اداري حرف الكرتون لزقت عليه حبل مكرمية. ده كده شكلها، كنت عاملة كرتونة تاني بنفس المقاس عشان اعملها غطا، وبرضو غلفتها بالقماش ومفيهاش اي افتكاسة، تقفيل عشوائي جدا. ومتقلقوش من كل العيوب دي، كل ده هيتدارى. وبعد ما لزقت الاطراف بالشمع كده هقص القماش الزيادة، بعد كده هثبت الجوانب دي في الغطا. فهبدأ بقى اثبت من عند الجزء اللي شكله مش حلو ده، خليه من فوق، والجزء ده هنزينه بعد كده وهندريه. كمان حبيت اغلفه من جوه بقماش جوخ. نيجي بقى للتزيين، هنحط اي حاجه على الحرف ده، اي حاجه متوفره عندكم تحبوا تزينوا بيها. انا استخدمت نفس خيط المكرميه اللي استخدمته مع الكرتونه التانيه، وعملت بيه شكل بسيط كده في الاخر، وكملت التزيين بالحاجات المتوفره عندي وطلع بالشكل ده. بعد كده لزقت الاربع علب في بعض، نقلبهم ونحط شمع وبعدين نلزقهم في النص. زينتهم مع بعض بقى كده بالشريط ده، وبس كده بقت جاهزة. بتلم بقى كل الحاجات الصغيرة اللي دايما بتضيع، كمان شكلها حلو قوي مش مكلفة. وبس كده ما تنسوش تكتبوا رأيكم في الكومنت. اهلا بيكم في سلسلة فيديو من اختيار المتابعين، وده تالت فيديو في السلسلة دي. وبما ان الاقبال على الوردة كان تاريخي، فقررت اعمل لكم الفيديو، هي اصلا سهلة جدا وسريعة، ويلا بينا نشوف الطريقة. اول حاجة هنحتاج ستانة عرضها 2 أو 2.5 سنتي، وبنتني حتة من الطرف كده مايلة زي ما انتم شايفين، طويلة او قصيرة شوية مش هتفرق، دي اللي هنمسك منها الوردة. المهم نلزقها في بعض بالشمع، وبعدين نبدأ نلف الطرف ده لفات ضيقة لحد ما نوصل لنهاية التانية اللي احنا عاملينها. لما بوصل للنهاية كده بعمل تانية كمان وبلف لفات ضيقة بإيدي التانية، ومن وقت للتاني بنحط شمع عشان ما نفكش من بعض. وصلت للنهاية فهاتني تانية كمان ونكمل لف، وما تنسوش تحطوا شمع كل شوية. كده احنا خلصنا قلب الوردة ومش محتاجين نعمل لفات ضيقة تاني. هنلاقي دلوقتي حجم الوردة بدأ يكبر، فنمسكها من فوق كده اريح لنا. يعني هنبدأ بقى نعمل تنايات يعني ورا بعض، مش هنلف كتير زي الاول ولا حاجة، بنتني تانية في كل جنب. وطبعا بنظهر الطبقات كده من تحت بعض، واكيد نحط شمع كل شوية عشان مفيش حاجة تفك. وانتوا هنا ممكن تقصوا زيادة عند اي حجم للوردة انتوا عاوزينه، لو حجمها كويس كده هنقص ونلزق الطرف وخلاص، لو مش كويس وعاوزينها اكبر هنكمل لفات لحد ما توصل للحجم اللي احنا محتاجين. وانا بكمل الوردة خلوني اوريكم شوية من الكومنتس اللطيفة اللي جاتلي على اخر فيديو. حتى لو الكومنتس بتاعتكم ما ظهرتش معايا في الفيديو، انا بقرأ كل الكلام اللي بتكتبوه وبكون مبسوطة جدا. كده انا وصلت للحجم اللي انا عاوزاه، فبنقص الزياده ونتني بقى الطرف ده ونلزقه بالشمع. الورده سهله قوي ومش محتاجه تدريب عشان تعرفوا تعملوها، وزي ما انتم شفتوا كده احنا زينا بيها الفكره دي، وممكن تزينوا بيها اعمال تاني كتير، فابدعوا بقى براحتكم، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم.